وانا صغير كان نفسي ابقى بلطجي، اضرب اغز ادي بالرجل كده ابقى بلطجي. انا عايزك تخليني بلطجي. لقيتها يا باشا. عايزك تعلمني البلطجه. لقيتها يا باشا. لقيتها. هعلمك البلطجه على طول يا باشا. ايوه ركز معايا يا باشا. ماشي يلا يلا. مش فارس الجن اللي مد ايده على حد مسلم. يا عم يا عم مش فارس الجن مد ايده على حد. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش انا عايز ابقى بلطجي. مسن ايه؟ انا لسه في سن اليقظه. سن اليقظه؟ بص يا حبيبي اللي يعدي الخط ده هيموت. اديني عديت اهو. وريني هتعمل ايه. هعمل لك خط تاني. اديني عديت اهو. وريني هتعمل ايه. ايه ده كل دي خطوط؟ اعمل لك خط تاني. ايه كل الخطوط دي؟ انت شغال في فودافون؟ ثقه في الله مكالمات زياده. طب وبعدين انا برضو حاسس ان انا لسه. ايه ده يا باشا؟ مش انت اللي عملت البرتقه اصلا؟ انا اللي عملت الدور ده. ايه ده انا غبي جدا. إيه انت يا باشا والله العظيم ده لقطه يا جدعان. ده لقطه. بقول لك انا عايز ابقى بلطجي يا باشا. اه انت ما تلاقيش عليك دور البرتقه. امال انا اعمل ايه؟ اغني مثلا؟ انت يليق عليك. ايوه يا باشا تغني، وتغني كمان شعبي عشان شكلك وسيم. قول يا باشا كده انت علي موال. اغني شعبي عشان شكلي وسيم؟ طبعا ما هم كله بيغنوا شعبي اشكالهم وسيم. انا ما لقيتش نفسي في الشعب يا باشا بسبب شكلي الوسيم برضه. عادي يعني.